أفادت صحيفة الحياة السعودية أن دولا إقليمية تمسكت بالحصول على تاريخ محدد لموعد رحيل بشار الأسد عن السلطة مقابل قبولها بتسريبات تحدثت عن اتفاق سري يقضي بشراكة سياسية بين الأسد والهيئة الانتقالية اقترحتها الحكومة الروسية على البيت الأبيض، بحيث يجري تقاسم الصلاحيات العسكرية والتنفيذية والتشريعية والدستورية خلال فترة متفق عليها تحت سقف إعلان دستوري مؤقت، ريثما يتم الوصول إلى دستور دائم. ما حقيقة هذه التسريبات؟ وهل أصبح سقف الدعم الأمريكي دستور جديد وليس هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش. على السوريين أن يترحموا على الأيام التي كان فيها أعلى مسؤول أمريكي يدعو إلى رحيل الأسد. فاليوم وبعد جولات جنيف ومحادثات فيينا واجتماع أصدقاء سوريا وغيرها الكثير مما لم يخرج إلى العلن، أصبح الحديث عن موعد رحيل الأسد ضربا من الماضي، بل تفوق الساسة الأمريكيون على أنفسهم وجعلوه شريكا مقبولا في المرحلة الانتقالية بعد أن كان اسمه مستبعدا بشكل كلي. تسريبات جديدة تحدثت عن شراكة بين بشار الأسد والهيئة الانتقالية المزمع تشكيلها من أطياف المعارضة المرضية عنها دوليا، وذلك ضمن مشروع الإدارة السياسي الجاري تحضير له في سوريا. هي آخر المقترحات التي طرحها الكرملين على البيت الأبيض، بحيث يجري تقاسم الصلاحيات العسكرية والتنفيذية والتشريعية والدستورية خلال فترة متفق عليها تحت سقف إعلان دستوري مؤقت إلى حين الانتهاء من وضع دستور دائم للبلاد. التغير في الموقف الأمريكي وقبوله بالطرح الروسي جعل من سقف التوقعات منخفضا إلى أدنى مستوياته، حيث أصبح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يكتفي بالحديث عن أولويات الوصول إلى دستور سوري على حساب الهيئة الانتقالية. وبموجب هذه التغييرات كان الضغط الروسي يسير في اتجاه فرض دستور جديد يهيئ الظروف للأسد ونظامه ويقدم له انتقالا سياسيا مفصلا على مقاسه، وبالتالي ولدت فكرة الدستور المعدل والذي عكف خبراء أمريكيون على دراسته. أجرت محادثات بين مبعوثي الرئيسين الأمريكي والروسي في برن السويسرية للاتفاق على مبادئ الانتقال. اتفق الجانبان على صوغ الدستور السوري الجديد مع بداية آب المقبل، واقترحت موسكو عبر قناة برن المحاصصة بين الأسد والمعارضة خلال المرحلة الانتقالية، بحيث يبقى الأسد قائدا للجيش والقوات المسلحة ورئيسا للجمهورية مع احتفاظه بصلاحيات تنفيذية رمزية وتعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة الانتقالية التي يمكن أن تقوم بدور تشريعي أيضا، مع بقاء مصير الأجهزة الأمنية غائبا في الوثائق الروسية. وتضمن العرض الروسي أن يبقى الجيش ضمانة للأقليات مقابل ذهاب السلطة التنفيذية إلى الغالبية السنية. وفيما لم يظهر اعتراض من قبل دول مجلس الأمن لدى طرح المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا مبدأ الشراكة في السلطة، يرى محللون أن التخوف من تحول هذا الحل المؤقت إلى حل جذري ونهائي هو الأكثر خطرا في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الاتفاق السري حول شراكة سياسية تتضمن تراجعا عن الشرط السابق وهو تنحي الأسد بمجرد بدء المرحلة الانتقالية. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي فتشسلاف ماتازوف محلل سياسي من موسكو مباشرة ينضم إلي من هناك، وبسام جعار كاتب وصحفي من لندن عبر الهاتف، وعلي محمد شريف محامي مختص في مجال القانون الدولي والعدالة الانتقالية من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك بداية سيد بسام جعار كاتب وصحفي من لندن، يعني موضوع التسريبات والحديث عن هذا الدستور الجديد أصبحت تزداد يوما بعد يوم، وأصبح هناك بنود أخرى يتم الحديث عنها من ضمنها شبه التراجع عن فكرة هيئة الحكم الانتقالي بشكل كامل والحديث عن مرحلة تحضيرية وعن دستور مؤقت. تعليقك على هذا الموضوع. يعني اسمحي لي أقول هذا الكلام قلناه منذ شهرين وأكثر، عندما قلنا أن هيئة الحكم الانتقالي أصبحت في رحمة الله. منذ بيان جنيف بيان فيينا الأول تبين أنه تم التلاعب بمصطلح هيئة الحكم الانتقالي، وبدأوا يتحدثون عن حكم غير طائفي أو عن حكم أو أي أمر آخر. واضح تماما أن التراجع الأمريكي يتطور يوما بعد يوم منذ أن قالت الخارجية الأمريكية بأن مصير بشار الأسد يقرره السوريون، أي تعيد الكلام الروسي وكلام النظام بعد أن كانوا يقولون أنه لا مستقبل لبشار الأسد وأن عليه أن يرحل مرة فورا ومرة في مرحلة انتقالية. اللي بدي أقوله بكل وضوح،
كل ما يجري واضح ولا يحتاج إلى أي شرح. بمعنى آخر، الآن تقول أمريكا للهيئة العليا للتفاوض وقالها كذي صراحة: عليكم أن تعودوا إلى جنيف وأن تقبلوا بما يعرض عليكم. وما يعرض عليهم الآن هو حكومة لا تحقق شراكة، بل يقولون أنها حكومة شراكة وحكومة وحدة وطنية. الذي سيحدث الآن هو أن روسيا فرضت أن تشارك معارضة موسكو ومعارضة القاهرة وبعض المعارضات الأخرى في هيئة الحكم الانتقالي. بالأساس هيئة الحكم الانتقالي 30% منها شبيح تماما. الآن الوفد، وفد الهيئة الذي سيذهب إلى جنيف سيتشكل بمعظمه من الشبيحة، وبالتالي فإن بشار الأسد سيفاوض نفسه، والشراكة ستكون بين بشار وبين الشبيحة، وربما تحصل المعارضة على حقيبة وزارية وأكثر من ذلك. هذا ما يجري الآن، وهذا الحديث يعني هذا الشكل الشكل اللي عم يتم الحديث عنه الآن بهي، وهن طبعا مسمينه أنه يعني مهام بروتوكولية لبشار الأسد. أنا استغربت أنه كيف سموا قيادة الجيش والقوات المسلحة هي مهام بروتوكولية. أستاذ علي محمد شريف، يعني هذا المصطلح على أي أساس عم ينطلق على يطلق على موضوع أنه قيادة الجيش والقوات المسلحة هي من المهام البروتوكولية؟ أولا، هذه من الحقائب السيادية التي لا يجوز أن يتصرف بها خارج إرادة الشعب وفق قانون وفق دستور يصنعه السوريين. ثانيا، يعني مسألة الشراكة مع الأسد هي مسألة مضحكة حقا. يعني كيف يكون هذا المجرم القاتل شريك لمن ثار عليه مطالبا بالحرية والكرامة؟ يعني لا يقبل هذا النظام إلا بشراكة كشراكة الذئب والغنم. إذن نحن أمام لعبة دولية قذرة للأسف، ولن تفضي إلا إلى مزيد من القتل والدمار. السوريون هم المسؤولون عن ترتيبات أو ترتيب وضعهم الداخلي، هم مسؤولون عن صياغة دستورهم، هم مسؤولون عن بناء دولتهم المقبلة. نحتاج فقط إلى إطار سوري وطني حقيقي، هذا طيب ما نحتاج إليه. إذا أردنا مناقشة الدستور الذي يتحدثون عنه وبنوده، وخاصة البنود المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، والحديث عن أنه يجب أن يكون الجيش في بيد الأقليات كضمانة للأقليات، يعني كيف تقرأ هذه البنود؟ أولا، يعني لا يوجد في سوريا إلا أكثرية واحدة هي الأكثرية السورية. ثم إن مسألة المحاصصة مرفوضة رفضا قاطعا، لأنها لن تفضي إلى شيء، ربما تفضي إلى تقسيم سوريا إلى عدة مناطق. هذا التقسيم نفسه لن يدوم، فقط الفاتورة ستكبر. مسألة إعطاء ضمانات للأقليات، لا يمكن إعطاء ضمانات للأقليات إلا من خلال الدستور الذي يصنعه جميع السوريين ومن خلال القوانين. ربما تكون هناك ضمانات دولية مؤقتة لسير العملية الانتقالية ولكي يحل السلم والأمن في سوريا، لكن هذا السلم والأمن لن يكون بوجود محاصصة، ولن يكون بفرض إرادة دولية على السوريين. لم يعد لدى السوريين ما يخسرونه أبدا. الآن المطلوب هو أن يلتزم باتفاقيات جنيف، وأيضا بكل الاتفاقيات التي نصت على مخرج عادل، لأنه لا يمكن أن يصنع سلام بدون عدالة وبدون طيب كرامة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، واسمح لي يروح للأستاذ متزوف من موسكو مباشرة، يعني موسكو هي ترى الوضع السوري، وهي تعرف ما يجري بشكل كبير، وتعرف بأنه نظام الأسد يعني من خلال استغلاله للطائفة العلوية، خلينا نسميها بهذا الشكل، أصبح السنة هم الذين يحتاجون إلى ضمانات، وليس العلويين أو حتى الأقليات. على أي أساس يعني تفكر روسيا الاستراتيجية اللي هي عم تشوفها لحتى تقول بدنا نحط الجيش بإيد الأقليات ليكون ضمانة لإلهم؟ طيب ما هلا الجيش هو بايد الطائفه العلويه من خلال نظام الاسد، وهي شفنا شو عم بيصير بسوريا. انا اعتقد ان روسيا تمتلك من فكره واحده، ان
سوريا لا يمكن أن تتقسم. روسيا ضد تقسيم الدولة السورية على دويلات، على أسس مذهبية أو الأسس القومية، وتؤيد الفكرة واحدة أن تشكيل الدستور السوري الجديد، الدستور الجديد ترجع ليست على طرف روسي، ليست على طرف أمريكي. أنا موافق 100%، هذا الشغل يد السوريين. وين الان انا الاحظ ما هو استاذ متزوف انه يعني عم نسمع بانه كل شيء بايد السوريين، وكل بعدين بالنهايه كل شيء عم يجي جاهز ومحضر من عند روسيا او امريكا، السوريين ما عم بيكون لهم دخل بشيء. امريكا وروسيا يؤثروا على عمليه الحوار مثل ما هو يجري اليوم في جنيف او في فيينا، ولكن القرار يرجع على السوريين، على المعارضة السورية من جهة، السلطة الموالية للجهة الثانية. أهم شيء التطبيق المبادئ المتفقة عليهم. كيف يمكن أن يجروا؟ أنا موافق أن هناك 80% من سكان سوريا هم من السنة. طبعا إذا سيكون هناك الانتخابات الحرة وشفافة ديمقراطية تحت المراقبة المشددة من قبل الهيئات الدولية. إيه بس ولكن هون نحن عم نحكي عن مرحلة متقدمة جدا. أن يعبروا رأيهم. هل هذا بالإمكان؟ يعني هذا الحكي بينحكى بعد ما يكون خلص العمل المسلح وتوقف القصف وبدأت يعني إزاحة خلع نظام الأسد وبدأت عملية ديمقراطية جديدة في سوريا. ساعتها بنحكي عن هذا الموضوع. هن مثل ما عم يجوا لآخر خطوة بالقصة. كيف ممكن يتم طرح الدستور للانتخابات والشعب السوري ثلاث ارباعه صار مهجر او الربع الاخر يقصف؟ اولا انه دستور هذا انتاج السوري، لا احد حق ان يتدخل. بالنسبه لفعاليه او امكانيه تحقيق هذا البرنامج، أنا أكيد أن الآن تفاهم أمريكي روسي موجود أن لا تؤيد القوى المتطرفة، أن يؤيد قوى التي تتركز على حل السياسي. وأي طرف الذي هو يأخذ موقف متعاون مع الإرهاب سوف يتعرض لضرب، يا من القوات الأمريكية، يا من قوات جوية أمريكية، يا من قوات جوية روسية. شامل هذا الشيء نظام الأسد؟ لأنه على ما يبدو لا يشمل نظام الأسد هذا الكلام. كل شيء أكيد أنا موقف روسي متناسق مع السلطة السورية من جهة. والآن بعد الاجتماع وزراء الخارجية دول الخليج الذي كان أخيرا في موسكو، أنا الآن ألاحظ أن هناك تفاهم، ليس تقارب، التفاهم بين الدول العربية وروسيا أصبحت أحسن. وأنا أتمنى أن يكون هذا التفاهم كذلك بين الائتلاف السوري، بين المعارضة السورية وروسيا، لأن روسيا لا تحب ولا احتلال، روسيا لا تحب التقسيم. إذا السوريين يقرروا مصيرهم هذا بالنسبة لروسيا أحسن الخيار. خليني اسمح لي أن أقول هالكلام كله. أنا أكيد. إيه اسمح لي أن أقول كل هالفكرة اللي حكيتها. هذا ممكن يطبق. بسام جعارة، تفضل أستاذ بسام. يعني سعيد يقول أولا اليوم لافروف صرح حرفيا اليوم بأن القصف الروسي هو لدعم الحوار السياسي ولحماية المسيحيين، وكأن المسيحيين يتعرضون للفناء كما يتعرض معظم الشعب السوري الآخر عن السنة. وأنا أحكي على المكشوف. روسيا كل يوم بتقول أني بدها حكم على بدها دولة علمانية. طيب كيف روسيا بتقرر عن الشعب السوري إذا بده دولة علمانية ولا بده دولة إسلامية؟ هو عم يقول الأكثرية 80 سني، 80% سنة. طيب إذا 80% قرروا بدهم دولة إسلامية، شو دخل لافروف وشو دخل روسيا؟ ثالثا وهذا الأخطر، هم يعني يتصرفون كمجرمي حرب. عندما تقول وزارة الدفاع الروسية أن القصف الروسي في سوريا هو لتدريب القوات الروسية، بمعنى تحول الشعب السوري إلى ذريعة للتجريب، يجربون الأسلحة. هذا الكلام وحده يكفي لتحويل بوتين وإدارته كلهم إلى لهاي كمجرمي حرب. أيضا خليني أقول بكل وضوح، وضع النظام مشروع مسودة الدستور ذهبت إلى موسكو، أجريت التعديلات عليها، ثم عادت وعرضت على الجانب الأمريكي في 24 آذار الماضي تحديدا.
وستقدم في 1 آب للموافقة عليها. قبل ذلك تم الضغط على الهيئة العليا للمفاوضات من أجل إعادة تشكيل الهيئة لتضم مجموعة كبيرة من الشبيحة ولتقبل العمل بالدستور. لم يعد المطلوب تشكيل هيئة حكم انتقالي، بل المطلوب موافقة على الدستور. يبقي بشار رئيسا للجمهورية، يتيح له إعادة الترشح مرتين، يبقي على الجيش الطائفي، يبقي على الأمن. بمعنى آخر يقولون للمعارضة أو للشعب السوري سنعطيكم وزارة أو وزارتين، مقعد أو مقعدين. بمعنى يعني هم يعتبرون الآن ما جرى في سوريا مجرد سوء تفاهم بين بشار الأسد وبين الشعب السوري. نصف مليون قتيل، نصف تدمير المدن. أنا بدي أسأل، يعني هذا الأمر ألا يعني إرسال رسالة للعالم تقول أن بإمكان أي مجرم أن يقتل مليون من شعبه ثم يعاد تنصيبه رئيسا؟ هذا الأمر غير معقول. خليني أقول بكل وضوح. طيب هذا اللي هذا الجملة نفسها بنقلها للأستاذ ماتازوف. تفضل. سيدك بيقول أن روسيا ما قوة احتلال، شو عم تعمل لك أنا؟ تفضل أستاذ ماتازوف، تعليقك على كلام سيد جعارة. لا، أنا لا أعتبر أن حق معه. أولا أن روسيا ليست دولة الاحتلال، لازم أن يفهموا. قوات جوية فضائية روسية أتوا إلى سوريا بعد 4.5 سنوات من قتال الشرس، اغتيالات اللاجئين، وفي خلفية كل هذا الكارثة القومية السورية أعطوا لكي يفرضوا على السوريين حل السياسي ويجنبوا جنبا حل العسكري. موقف روسي ولكنها واضح من تشارك من روسيا البداية. تشارك في نحن العمل العسكري، نؤيد حل السياسي. هي تشارك في العمل العسكري، لا تستهدف داعش. يعني هي لا تستهدف داعش التي دخلت بحجتها، هي تستهدف المدنيين. قبل يومين في مجزرة بإدلب كانت أنا لا أشارك في نقاش حول كفاح الطيران الروسي ضد المدنيين مستشفيات. هذا الوزارة الدفاع الروسية اليوم ومبارح نافيا قطعا هذا الخبر ينشر. هذا من أساليب حرب الإعلامية. نحن لا نشارك في حرب الإعلامية. ولكن أيضا باعتراف من وزير الدفاع الروسي بأنه سوريا هي تعتبر ساحة مناسبة جدا لتدريب الجنود الروس على استخدام الأسلحة وعلى استراتيجية القتال العسكرية. طبعا روسيا دخلت سوريا لكي يساعدوا أن يوقفوا اقتتال. ما في مساعدة وقف اقتتال، هن عم يتدربوا على الشعب السوري، هن عم يتدربوا بقتل الشعب السوري. يعني هيك تصريح غريب كيف يخرج من شخص مثل وزير الدفاع الروسي. الشعب السوري وهذا لصراع ضد القوى الإرهابية تهدد كل دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر والأردن، تهديدات أمام الكل. اليوم خطر أصبح وارد في ليبيا. المشكلة يا أستاذ ماتازوف أنه الكلام شيء والتنفيذ شيء. الكلام عن استهداف داعش ومحاربة الإرهاب، ولكن على الأرض ما يحدث هو عكس هذا الكلام. وهون اسمح لي روح مرة تانية الأستاذ علي محمد شريف، يعني موضوع تركيز على موضوع بقاء الجيش بيد بشار الأسد وأيضا بقائه بيد الأقليات كضمانة أساسا، هل بقى هل في جيش، هل لسه في جيش اللي معتمدين عليه فعلا؟ هلا اولا ما بقي من هذا الجيش بين قوسين هو مجرد مرتزقه وذوي توجه ما معين، لكن انا اريد ان احكي في قضيه اكثر اهميه حول الموقف الروسي. لفت انتباهي ان المحلل الروسي قال هناك الموقف الروسي متناسب مع السلوك السوري او مع الموقف السوري الحقيقة أو السلطة السورية. الحقيقة هو ليس فقط متناسب، الموقف الروسي هو معلم للسلطة، سلطة الأمر الواقع الإجرامية في سوريا. روسيا الآن ليست فقط دولة محتلة، هي دولة مدمرة وقاتلة للسوريا وللسوريين. وأكثر من ذلك، الإرهاب الآن، إرهاب الدولة يتجسد في السلوك الروسي وأيضا في السلوك الأسدي الإجرامي وفي كل من يساعدهم. الإرهاب يا حضرات هو من صناعتكم أيها النظام المجرم، وأيضا أيتها الدول المجرمة حقيقة في حق الشعب السوري. الجيش السوري لم يعد موجوداً،
طيب. هم يريدون ولكن سيد متزوف يقول الآن بأنه على الدول بأنه مجموعة فصائل عسكرية الهدف منها هو إمكانية القتل. طيب سيد متزوف يقول بأنه في تقارب إمكانية الآن الاستمرار في قتل السوريين مع وجهة نظر موسكو بالمجمل، وتحدث عن تفاهمات بهذا الشأن، ولا أدري إن كنت تعتبر بأنه التغييرات والتي يتم الحديث عنها في موضوع وفد التفاوض وضم منصتي القاهرة والموسكو هي لها علاقة بهذه التفاهمات التي يتحدث عنها متزوف مع موسكو؟ للأسف روسيا تريد أن تضع سيناريو يلائمها ويلائم ذيلها، تريد أن يستمر هذا المجرم في قتل السوريين وفي حكم السوريين بالحديد والنار. للأسف يتبعون نهجا خاطئا. أولا دعينا نعود إلى مسألة الدستور التي هي مسألة سورية خالصة، وهي عقد اجتماعي سيؤسس لسوريا مستقبل. هذا الدستور أولا لا يمكن صياغته الآن. في هذه المرحلة هناك شروط ضرورية وغير متوفرة لصياغة الدستور، لأن الدستور يجب أن يقوم به جميع السوريين، وأيضا ضمن وسائل وطرق مشروعة ومهمة. وسيلة وطرق إعداد وصياغة وبناء الدستور هي أهم حتى من مواد الدستور. كيف يمكن صياغة الدستور الآن؟ السوريون لديهم بالقطع إمكانية لتجاوز هذه المرحلة. طيب ولكن السؤال الآن في ظل المعطيات أن يقوموا بالاتفاق على مجموعة من النصوص بمثابة إعلان دستوري، ومن بعد فترة انتقالية محددة يمكن أن يقوم السوريين بجو مناسب وبمناخ مناسب وإلى آخره، بحيث أنه يتم صناعة الدستور بمعايير حقيقية تحترم رغبات السوريين في طيب دولة اسمح لي ديمقراطية بنقطة معينة مواطني أستاذ علي للأستاذ بسام جعارة. متزوف سيد متزوف تحدث عن أنه موضوع نقطة الانسجام بين يعني موسكو ومع السلطة وما تطلبه السلطة، وحديثه على اعتبار يعني حاول يعمل ربط بين موضوع الإرهاب والثورة وخطر على كل دول يعني العالم بالمجمل. تعليقك على هذه النقطة بالذات في ظل المعطيات الحالية، في ظل ما يجري، عم يتم التحضير للدستور، يعني شاء السوريون أم أبوا، عم يتم الحديث عن وفد تفاوض جديد رح يدخله شخصيات يرفض السوريون الاعتراف بها كمعارضة، هذا الشيء عم بيصير. اسمعيني، أولا الغباء الروسي أوصلهم إلى نقطة تضليل مجرم على شعب. جاء الروس كما قال ضيفك بعد 4 سنين ونص بعد أن سقط النظام، جاءوا لإعادة إنتاج النظام. هم يعرفون تماما ما الذي جرى. عندما جاءوا في الشهر في 30 إيلول قالوا القوات الروسية مهمتها تنتهي بشهر، وعلى الأغلب خلال 3 شهور يعني مطلع العام الحالي. اليوم 8 شهور من القصف الروسي الذي لم يتوقف أبدا ويستهدف المدنيين والمدن. حتى الآن تقول روسيا أنها لا تقصف. هم يعتقدون أنه بالكذب يمكن تبرير زممهم من القتل. يعني إذا كانت روسيا لا تقصف فعليها أن تقول من هو الذي يقصف. إذا كان اللي عم يقصف شريك بالشاس يقصف المشافي، فهذا يعني أنه هجم حرب وعلى روسيا أن يقصفوه. ولكنه يدعم يعني موقفه السيد متزوف يقول صحيح. بأنه الدعم لهذه الممارسات هي اقتراب وجهات النظر والتفاهمات التي تجري الآن حتى مع أصدقاء الشعب السوري مع موسكو. يعني أنا عم أقول كلام واضح، هناك قصف للمدنيين. جبهة النصرة لا تملك طائرات، تنظيم الدولة لا يملك طائرات، المعارضة السورية تملك طائرات. من هو الذي يقصف الشعب السوري؟ من هو الذي يدمر المدن؟ إذا كانت روسيا تقول أنها بريئة فهذا يعني أن حليفها بشار هو من يقصف، أي أنه مجرم حرب، وبالتالي كما يقولون عليهم أن يقصفوه. ولكن دعيني أقول هذا العمل أصبح عملا ممنهجا للوصول إلى استسلام. أنا بديله لضيفك بس كلمة. ربما جاءوا بمعارض موسكو والقاهرة وكل معارضات العالم ووقعوا على صك الاستسلام. هل ستنتهي المشكلة في سوريا؟ أنا بأكد له تماما اليوم أن آلاف السوريين سيعودون من المخيمات ليقاتلوا الروس. لن تستطيع روسيا أن تبقى في سوريا 10 سنين أو 20 سنة. هذا الأمر لن يكون.
تعليق أخير على السوريين بالسلاح لا يمكن أبدا. لن تستطيع روسيا أن تنتصر عسكريا، تستطيع أن تدمر المدن، أن تقتل السوريين، ولكن هي كسبت عداء ليس شعب فقط بل منطقة بل العالم الإسلامي لقرون طويلة قادمة. وبدي أقول لضيفك، يعني ألا يخشى من ردة فعل في روسيا مثلا ردا على هذه المجازر التي ترتكب في إدلب، في حلب، في كل مكان؟ طيب إذا كان الخطاب يعني للدائم من خلال الروس، وخاصة كمان الخطاب الداخلي لأنه مثل ما عم تحكي حضرتك سيد متزوف بأنه هي حرب على الإرهاب، وروسيا هي ليست دولة محتلة وهي لا تقتل المدنيين، بنفس الوقت اللي من فترة أكيد حضرتك سمعت بأنه الكنيسة الروسية أعلنت بأنه الحرب على سوريا هي حرب مقدسة، وعندما يأتي من خلال التسريبات بأنه موسكو اشترطت على واشنطن عدة شغلات، بأنه تغيير النظام يعني رفض تغيير النظام وتنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات هذا بنظر موسكو، والضغط على الأسد يعني ذهابه إلى إيران. يعني هي هدفها بالنهاية كله هو الأسد والنظام وليس السوريين مع بعض مثل ما حضرتك عم بتقول. طبعا هناك المشكلة الكبيرة، عندما نحن نسمع الممثلين المعارضة شيئا، ممثلين السلطة شيء آخر، واضح تماما أنا لما سمعت ولا كلمة من قبل زملائي أنا في حتى في هذا الحديث أن خاطر الإرهابي، أن خاطر طالب ليست من سلطة أما من داعش من نصرة، لأن ولكن بالنسبة للشعب السوري الإرهابي ملزمة. الأول هو نظام الأسد، هكذا يعتبرون بعض الناس، وبعض الناس يعتبرون غير شيء. كيف ممكن نحن أجانب ننظر على ما يجي على الأرض السورية؟ فوق المليون شهيد اللي ما تسجل لسه أسماءهم، ليس بعض الناس، فوق المليون صحيح. شهيد، فوق 400 معتقل لدى سجون الأسد. شهيد في المعارك بين السوريين وبين السوريين، وكذلك بين سوريين والأجانب، حوالي عشرات الألاف أعطوا من تركيا إلى سوريا لمكافحة، حتى من روسيا، من روسيا، من كوكاز، من بعض الجمهوريات الإسلامية أعطوا حوالي 10,000 يحاربون هناك. كيف ممكن نحن لا نلاحظ هذا الخطر؟ ويجي يتهمون فقط السلطة ولا يتهموا السلطة الإرهابية، القوة الإرهابية. المشكلة مع روسيا بأنه لا تلاحظ إلا ما يريد نظام الأسد ملاحظته، وأيضا أمريكا، وهو أنه في يا أما داعش يا أما نظام الأسد، لا يوجد ملاحظة للشعب السوري نفسه والمعارضة السورية نفسها في الداخل. أشكرك فتشلاف متزوف محلل سياسي من موسكو عبر الأقمار الصناعية على هذه المشاركة، وبسام جعارة كاتب صحفي من لندن عبر الهاتف، وعلي محمد شريف محلل مختص في مجال القانون الدولي والعدالة الانتقالية من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية. بعد الفاصل، بعد التطبيل والتزمير، ناموسيات وحبوب منع حمل، مساعدات الأمم المتحدة لداريات.